أعزائي طلاب شركة آفاق التعليمية، نحن الآن على موعد مع درس الحاسب الآلي للصف السادس الابتدائي، والدرس اليوم بعنوان مكونات الحاسب. أهداف درسنا اليوم: أهداف درسنا اليوم، الهدف الأول: من أي شيء يتكون الحاسب وكيف يعمل؟ ما هي المكونات المادية للحاسب؟ ما هي المكونات غير المادية للحاسب؟ أخيرا وليس آخرا، التدريبات وحل التدريبات. درسنا اليوم يا شباب مكونات الحاسب الآلي. مكونات الحاسب الآلي، يتكون الحاسب الآلي يا شباب من مكونان أساسيان. يبقى الحاسب الآلي يتكون من مكونان أساسيان. إيه هم المكونان الأساسيان اللي بيتكون منهم الحاسب الآلي؟ يتكون من مكونات مادية يمكن لمسها، يعني تستطيع أن تلمسها، ومكونات غير مادية لا يمكن لمسها. يبقى كده مكونات الحاسب الآلي يتكون من مكونان. أول مكون اللي هو المكون المادي، المكونات المادية، مكونات يمكن لمسها. المكون الثاني مكونات غير مادية، مكونات لا يمكن إيه؟ لا يمكن لمسها. طيب تعال نتعرف على المكونات المادية وبعدها نتعرف على المكونات الغير مادية. المكونات المادية يا شباب تسمى العتاد، تسمى العتاد، وممكن ننطقها بالإنجليزي هاردوير، هاردوير. يبقى كده المكونات المادية تسمى بالعتاد، ويمكن نطقها باللغة الإنجليزية إيه؟ هاردوير. طيب زي إيه المكونات المادية يا شباب؟ زي لوحة المفاتيح، زي الفارة، زي السماعات، زي الطابعة، كل الأشياء المكونات المادية للحاسب الآلي التي يمكن لمسها دي إيه؟ دي تسمى بالهاردوير أو العتاد. طيب ننتقل إلى المكونات الغير مادية ونتعرف عليها برضو. المكونات الغير مادية التي لا يمكن لمسها تسمى بالبرمجيات أو السوفت وير أو السوفت إيه وير. طيب زي البرامج اللي هي مايكروسوفت أوفيس مثلا، برامج الوورد، الأكسل، الباوربوينت، كل دي إيه؟ برمجيات وبرامج. زي الويندوز نفسه، تمام، ده برنامج. زي أندرويد اللي هي المشغل، برامج المشغلة للهواتف الذكية. زي برامج الأبل اللي هي البرامج المشغلة للهواتف الذكية، الهواتف الأبل، كلها دي إيه؟ مكونات غير مادية. ننتقل إلى جزئية تاني، إلى المكونات المادية. بيقول لك المكونات المادية تتكون من عدة وحدات: وحدات داخلية وحدات خارجية، اللي احنا بنقول عليها وحدات الإدخال وحدات الإخراج، تمام يا شباب؟ طبعا الوحدات الداخلية، تمام. ننتقل الآن لجزئية تانية اللي هي المكونات المادية تتكون من عدة إيه؟ من عدة وحدات. إيه الوحدات اللي بتتكون منها المكونات المادية؟ تتكون من مكونات داخلية أو وحدات داخلية ووحدات خارجية. إيه الوحدات الداخلية وإيه الوحدات الخارجية؟ الوحدات الداخلية يا شباب اللي هي كل ما يختفي داخل صندوق الحاسب أو داخل الكيسة كما هو متعارف ومتداول اسمها معنا، تمام. كل الأشياء اللي مختفية أو داخل صندوق الحاسب أو الكيسة دي اسمها وحدات داخلية. إيه الأشياء اللي مختفية جواها أو موجودة داخل الصندوق؟ زي مثلا الرامات، زي البروسيسور، زي المروحة، تمام. كل دي أشياء تسمى وحدات إيه؟ وحدات داخلية. طيب ندخل على الوحدات الخارجية، ودي بتكون ظاهرة أمامنا، ظاهرة أمامنا زي إيه؟ زي الشاشة، زي لوحة المفاتيح، زي الفارة، كلها دي أشياء أو وحدات خارجية. طبعا نستفاد أو وننتهي أن يعني أن المكونات المادية العتاد الهاردوير هي مكونات أنا أستطيع أن ألمسها، زي ما قلت لوحة المفاتيح، الفارة، الشاشة، كل دي أشياء إيه؟ أستطيع أن
المسة. المكونات المادية طبعا صندوق النظام اللي هو الكيسة، الشاشة، لوحة المفاتيح، السماعات، الفارة، طب يا شباب هنقوم بنشاط دلوقتي، نشاط بسيط، هنقوم برسم الشكل اللي قدامنا ده. الشكل اللي قدامنا ده يا شباب ده طبعا شكل الحاسب الآلي، فعايزين بعد ما نرسم الشكل يا شباب ترسمه عندك تمام، تكتب قدام كل مكون الاسم بتاعه. طيب هنستعرض مع بعض دلوقتي، مثلا المكون ده اللي عليه الماوس هو ايه؟ طبعا ده الشاشة. طب المكون ده الفار، المكون ده لوحة المفاتيح، المكون التاني ده اسمه صندوق النظام او الكيس. معلومة يا شباب، بيقول لك في الحاسبات اللوحية والمحمولة. ايه الحاسبات اللوحية والحاسبات المحمولة؟ الحاسبات اللوحية يا شباب اللي هو التاب، والحاسبات المحمولة اللي هو اللابتوب. يبقى الحاسبات اللوحية اللي هو التاب، الحاسبات المحمولة اللابتوب. تكون معظم الوحدات مجمدة مع نفس الجهاز. طبعا في التاب او اللابتوب الشاشة مدمجة مع لوحة المفاتيح، مدمجة مع النظام بتاع الحاسب او صندوق النظام. نفس الكلام في التاب. طبعا يبقى نستفاد ان في الحاسبات اللوحية والمحمولة تكون معظم الوحدات مدمجة مع نفس الجهاز او في نفس الجهاز. طب هل الحاسبات اللوحية او المحمولة نستطيع اضافة اليها بعض الحاجات؟ طبعا نستطيع اضافة اليها بعض الوحدات مثل الطابعة ووسائط التخزين الخارجية زي الفلاشة او الكارت ميموري، او مثلا برضو القلم الذكي. المكونات البرمجية هي السوفت وير، طبعا زي ما قلنا في مثلا زي الاوفيس، الوورد، الاكسل، الباوربوينت. طبعا دي برامج اللي هي ايه، برنامج الوورد اللي هو برنامج الكتابة، برنامج الاكسل، برنامج الدورة الحسابية، برنامج الباوربوينت اللي هو برنامج العروض. طبعا زي الويندوز اللي هو النظام اللي بيشتغل بيه جهاز الحاسب. طبعا عايزين نتذكر ان المكونات المادية هي الشاشة، الحاسب، الشاشة، صندوق النظام، لوحة المفاتيح، صندوق النظام، الفارة، السماعات، طابعة، الميكروفون، الواجب. طبعا افتح معايا صفحة 5. اول حاجة تدريب 1 لجهاز الحاسب، مكونان رئيسيان ما هما؟ طبعا 1 يلا عايزين مع بعض يا شباب كده نشغل بعضينا. طيب 1 فعلا مكونات مادية اللي هي تسمى العتاد. طبعا لو انت عايز تكمل باللغة الانجليزية اكتب هارد وير. طيب المكون التاني مكونات غير مادية اللي هي البرمجيات، ولو عايز تكتب باللغة الانجليزية بين قوسين اكتب سوفت وير. ننتقل للسؤال التاني، قم بتوصيل الكلمة بمعناها باللغة الانجليزية. طيب العتاد البرمجيات، طيب قدامهم سوفت وير هارد وير. طبعا العتاد يا شباب، العتاد اللي هو الهارد وير، العتاد الهارد وير الموصل، العتاد الهارد وير اللي هي السوفت وير. سوفت وير يبقى العتاد هارد وير، البرمجيات سوفت وير. واخيرا شباب وليس اخرا، نلتقي ان شاء الله في درس جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.